السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو النهاردة عن ازاي اصغر حجم الانف المناخير. كلنا طبعا ناس كتير، كمان مش كلنا، اغلبيتنا بتدور على ازاي تصغر حجم المناخير او الانف، عشان في ناس كتير طبعا شكل الانف بتاعهم ما بقاش عاجبهم، ففي ناس بتلجأ لعمليات التجميل. انما وصفة النهاردة دي هتبقى احسن من اي عملية يا جماعة، والوصفة سهلة وبتتكون من حاجة بسيطة جدا، بس الوصفة دي هتنفع يعني لو انا مناخيري الكبير فيها لو هي دهون، يعني في اغلبية المناطق دي بتبقى دهون. طيب انا هشيل الدهون دي ازاي؟ انما لو العظم، المناخير اللي مكبرها العظم، فدي لا، عملية بتعملوها يعني عشان تصغر الحجم العظمي وكده. طبعا احنا ما بنعدلش في خلقة ربنا وكده، فالوصفة الطبيعية ما فيش فيها حاجة، لان انا مش هغير من حاجة، انا هصغر بس لو في دهون في المناخير احنا هنشيلها. طب هنشيلها بايه؟ بحاجة بسيطة خالص، وهي الزنجبيل. الزنجبيل ده ثبتت قدرته على ازاي تقضي على الدهون، يعني ده عليه دراسات وابحاث ان الزنجبيل له فعالية كبيرة قوي في القضاء على الدهون. طيب الوصفة عشان نعملها هتتكون من ايه؟ هتتكون من حاجة بسيطة زي ما احنا قلنا، الزنجبيل بس، وهنحط على الزنجبيل حاجة بسيطة عشان تبقى الوصفة كاملة، عشان اصغر بيها حجم المناخير. انا حطيت معلقة صغيرة زنجبيل، هحط عليها مية لحد ما تبقى زي العجينة كده، مش عايزين نكتر، بس شوف، ايوة هو كده كويس. نخلط الزنجبيل حلو او في المية، ايوة كده تمام، شوية مية بسيطين بس، بحيث ان هي تبقى ايه كده، شايفين عاملة ازاي؟ طيب طب كده الزنجبيل الوصفة جاهزة. تمام الوصفة جاهزة، بس في حاجات قبل الوصفة طبعا، عن الوصفة مش هينفع نستعمل الوصفة على كده، ان انا احط الوصفة دي. الوصفة دي الزنجبيل يا جماعة لو طولت فيها على الوش بيحرق، فانا هحط الوصفة دي على المناخير، على منطقة المناخير من فوق ومن تحت، بس بعيد عن العين. الوصفة يا جماعة ما تجيش ناحية العين نهائي، ناحية العين لا. تمام، بعد كده اما ادهن المناخير والمنطقه المحيطه بيه، ومش هحط عند عيني. ليه؟ عشان هو بيحرق، فانا بقول هو بيحرق ما نحطوش عند العين. هنحط ده ونسيب الوصفه لمده 10 دقائق، هسيبها العشر دقائق بس، ما تزيدش عن العشر دقائق. تمام، ما هزودش عن 10 دقائق عشان ما يعمليش تهيج في البشره وما تحمرليش بشرتي. في المره الاولانيه هحس. هسيب الوصفه دي قد ايه؟ بعد ما احطها على مناخيري لمدة 10 دقائق بس 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 اهو، هسيب الوصفة دي، هكررها لمدة 5 ايام، وان شاء الله خلال ال5 ايام هتلاحظوا صغر حجم المناخير، لان معروف ان الزنجبيل له قدرته الهائلة على تذويب الدهون. يا رب تكون وصفة سهلة وبسيطة وعجبتكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير. السلام عليكم.